أحبتي في المسيح، مرحبا فيكم مجددا في قضية جديدة من قضايانا، قضايا وحلول. قضية اليوم قضية السحر واللجوء للجن. بصراحة هذه الظاهرة لها أساس عندنا، وهي مش جاية من فراغ، فالحسد والجن مذكورين في كتاب المسلمين، عشان كده يؤمنون بها. ظاهرة اللجوء للسحر والجن عندنا منتشرة خصوصا بين النساء السعوديات أكثر من الرجال. طبعا هذا الأمر له أساس ومش مبني على فراغ. زي ما قلنا الحريم عندنا يعاملن كناقصات عقل ودين، مما يسبب لهم التهميش والفراغ العاطفي. هذا اللي يخليهم يلجؤون للسحر والشعوذة والجن لسد هذا الفراغ. أنا أعرف أنه الكثير من النساء سيؤيد كلامي، ولكن بعضكم حيحاربني وتدافع عن سجنها. طيب إيش هو الحل؟ وإيش هو الحل؟ الحل خلينا نشوفه بالكتاب المقدس من قصة المرأة السامرية. هذه المرأة السامرية مذكورة في أنجيل يوحنا الإصحاح 4. هذه المرأة كانت متزوجة 4 رجاجيل، والأخير يعني الخامس كان صاحبها، يعني ما هو بزوجها، أو زي ما يقولوا هذه الأيام البوي فريند حقها. هذا لأنها ما كانت تحس بالشبع والرضا العاطفي. 5 رجاجيل ومو حد قادر يشبعها. لكن الرب يسوع المسيح تبارك اسمه هو اللي أعطاها الشبع الحقيقي، لدرجة إنها تركت كل شيء وراحت لقريتها تبشر الناس عن المسيح. أعطاها الحب الحقيقي. تعالي يا أختي اليوم للمسيح عشان تشبعين عاطفيا وتختبرين الحب الحقيقي، وتشبعين عاطفيا ونفسيا وروحيا من كل النواحي، لأن المسيح هو الشبع الحقيقي، وبركة المسيح معك ومعكم جميعا اليوم وكل يوم. آمين.